مرحبا بكم في Delicious Idea. اليوم وصفتنا لعشاق الحوامض وعشاق الورق العنب والملفوف. هذا الطبقين ما يخلى في المناسبات والعزايم، إن شاء الله يكون سهل. ويلا نبدأ. أول شيء للحشوة، نكشن البصل وثوم في زيت زيتون، وعليه حبة طماطم مفرومة وملعقتين معجون طماطم، ولين يتسبكوا نضيف كاستين رز مصري منقوعين، والبهارات راح تلاقوها إن شاء الله في صندوق الوصف، ونقلبهم على النار إلين ما تنشف السوائل، ونضيف دبس الرمان على حسب الرغبة، أنا أضفت تقريبا 3 ملاعق، ونضيف الملح ونقلب، وآخر حاجة نضيف بقدونس وشب مفرومين، وكذا انتهينا من الحشوة. ونقطع بطاطس شرايح ونحطهم في القدر، ونبدأ نقطع في أوراق الملفوف. طبعا الطريقة حتلاقوها إن شاء الله في رابط في صندوق الوصف. قبل كده أنا عملت لو فاكرين ملفوف لكن باللحمة. نقطعها بهذه الطريقة. إذا حابين تكون حبة الملفوف صغيرة نفس الورقة دي نقطعها بالنص، أنا حبيتها تكون شوية حجمها متوسط. نبدأ نلف الورق، إذا كانت الورقة جدا رقيقة نتنيها من الطرفين، لكن هو أصلا ما يحتاج إن نتنيها من الطرفين، مجرد لف بسيط ونرصها في القدر. ونبدأ نجهز للمسلوقة، نحتاج كوب من مسلوقة اللحمة أو الدجاج، لازم تكون مسلوقة لحمة أو دجاج. ونضيف البهارات، عندنا ملعقتين ملح ليمون، أو إذا حابينها أقل حموضة ملعقة ونص صغيرة ملح ليمون، وباقي البهارات حتلاقوها إن شاء الله في صندوق الوصف. ونقلبهم ونضيفهم على الملفوف. طبعا لو انتم ملاحظين المرقة تكون بحدود آخر طبقة أو آخر صف من الملفوف، أبدا ما يتعدى. ونضيف زيت زيتون تقريبا ربع كاسة، وعلى النار مجرد إنه يفور على طول نهدي النار ونضغطه بصحن ولمدة 25 دقيقة. وكذا ما شاء الله تبارك الله صار جاهز معانا، جدا لذيذ وحامض وراح يعجبكم أكيد. والبطاطس لحاله جدا جدا لذيذ ومهري ما شاء الله، وفي نفس الوقت متماسك. أما الملفوف هذه حكاية تانية، ما شاء الله تبارك الله مرة خطير وحامض، وكل النكهات حتلاقوها فيه. إن شاء الله يعجبكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة.